بمشاركة أزيد من 200 عارض افتتح الصالون الدولي لقطع الغيار ومعدات السيارات في طبعته 16. الصالون الخاص بالمحترفين يعد بمثابة همزة وصلة بين كل مهنيي عالم السيارات. راه في الطبعة تاعو 16 هذا العام، كاين هذا العام حوالي 200 عارض، 70% دوليين و 30% جزائريين. المعرض هذا الهدف تاعو سي ملاقاة المحترفين تاع الميدان قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. رانا نشوفوا لهنايا يعني يتلاقاو، علاه يتلاقاو؟ يتلاقاو باش ديجا على بالك شاكاني كاين اون ايفولوسيون اولا، وباش ثاني فولغاريزي لا بياس. الصالون كان بالنسبة للعديد من المتعاملين في المجال فرصة لطرح قطع غيار أصلية والتحسيس من تفشي قطع الغيار المغشوشة وما تسببه من حوادث المرور. احنا نستغلوا بربي ان شاء الله حاجه كيما هذه كيما المعارض باش نروجوا المنتوج تاعنا وباش نعرفوا بالشركه تاعنا، في نفس الوقت باش يكون الزبون تاعنا يكون يهز ثقه على المنتوج الوطني، ما يبقاش خاطر ما عندنا في المارشي الناسيونال كاين سلع كثيره مغشوشه بزاف. احنا توجنا في هذا المعرض ويعني كان فرصه للمستهلك الجزائري والتجزائري باش يعرف نوعيه الزيوت اللي متوجه في السوق. ما يفرقوش بلي هناك زيوت مغشوشه يعني ما عندها أي جودة ولا أي فعالية في محركات السيارات. العديد من الزوار عبروا لنا عن استحسانهم لتنظيم الصالون خاصة وتزامنه مع العودة المرتقبة لنشاط استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر. من خلال هذا المعرض إن شاء الله نعرف منتجات جديدة فيما يخص قطع الغيار وكذلك زيوت والتشحيم وإلى غير ذلك، وهذا إن شاء الله مع الانفراج نتاع الأزمة نتاع السيارات اللي رانا نسمعوا باللي راها دخلت، وهذا ما يشجع الناس لزيارة هذا المعرض والاطلاع على المنتجات الجديدة. ننجوه دائما نزوروه، المعرض يخلي المواطن يكتشف ان فيه قدرات جزائرية هنا فيما يخص قطع غيار، يجي يبحث على قطع غيار من الخارج حتى يلقى الجزائريين موفرينها له. تنظيم صالون يأتي في ظرف يتميز بإرادة الدولة في بحث صناعة حقيقية للسيارات تماشيا مع فتح المجال أمام المستثمرين المحليين لإنتاج قطع غيار وأجزاء من هياكل السيارات للمساهمة في الرفع من نسبة الإدماج لهذا القطاع.